في أزمة ومشكلة يعني بنحاول نفهم أسبابها مع حضراتكم، لأنها تعمل أزمة فعلا في مصر للطيران وفي حركة الطيران بشكل عام. ليه؟ لأن النهاردة الصبح رابطة الطيارين اتقدموا ب 22 استقالة مسببة لطيارين شركة مصر للطيران ولمجلس الإدارة. قالوا إن مجلس إدارة الشركة رفض الاستجابة لمطلب جموع طيارين الشركة إن هم يعدلوا اللائحة المالية والإدارية، يعني في مشكلة يعني من الآخر كده في المرتبات. فالاستقالة مش بس ال 22، في كمان كلام على 224 طيار تانيين، يعني بدأوا ب 224 وبعد كده انضموا لهم 22 طيار من أصل تقريبا يعني حوالي 1000 طيار وفقا لمعلوماتنا. والطيارين بيقولوا إنه في بيئة العمل مش قد كده، الأحوال المحيطة للطيارين برضو مش تمام، تدني دخل طيارين الشركة، قالوا إحنا أقل دخل بين طيارين العالم. فده اللي خلانا نقدم استقالة جماعية مسببة لمحاولة إيجاب فرصة عمل بأي شركة أخرى تدرك معنى وقيمة الطيار. من ناحية تانية شركة مصر للطيران قالت احنا هنشغل رحلاتنا بشكل منتظم وما فيش اي تعطيل او تأخير في مواعيد الرحلات. احنا معانا زميلنا احمد غنيم، المفترض ان هو بيتابع من مقر رابطة الطيارين، نعرف برضو منه. مساء الخير الاول يا احمد، انا عايزك تقولي طبعا ايه اللي بيحصل والطيارين ايه القرارات اللي وصلوا لها وهل في اي تفاوض ما بينهم وما بين مجلس الادارة. مرحب بك يا لبنى. ما زالت الأزمة مستمرة حتى الآن، وأنا الآن متواجد كما ذكرتي في مقر رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، وهم في حالة انعقاد دائم على مدار الساعات الماضية وأيضا على الساعات القادمة للوصول إلى حل لهذه الأزمة. وهم بالفعل معترضون على اللائحة المادية والتي وصفوها بالمستفزة، ووصفوها بأنها بها العديد من العوار والبنود المجحفة، اعتراضا على البنود المالية، خاصة أنها يعني تخدم العديد من الطيارين الإداريين وليس الطيارين العاملين. مع الآن الكابتن أحمد يونس وهو رئيس الرابطة سابقا، بنرحب بحضرتك يا كابتن. عايز أعرف آخر التطورات وآخر المستجدات وآخر الأمور اللي أنت وصلتوا ليها إيه؟ الحقيقة إحنا قدام أزمة مفتعلة، مصدرها إدارة مش مسؤولة، تحركها بيجي متأخر بعد الحدث بخطوات بعيد جدا عن جلالة الحدث. آخر المستجدات إن النهاردة توجه حوالي 220 طيار بالضبط، ده عددهم، لإدارة الشركة وقدموا استقالتهم، والاستقالة مسببة. عندنا من الأسباب الكتير جدا 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 إن إحنا ما نقدرش نشتغل في محيط عمل، في بيئة عمل غير صالحة. طبيعة مهنتنا دايما إن هي ما بتستحملش خطأ، يعني ما عندناش فرصة إن إحنا نصلح الخطأ، لأن اللي بيخطأ بنقول عليه دايما الله يرحمه. فللأسف إحنا مش عايزين نبقى جزء من منظومة ما عندهاش رؤية للمستقبل. أزمة افتعلتها الإدارة، إحنا في محادثات ومناقشات مع الإدارة بأن ما يقرب من سنة، وفي النهاية وصلت المحصلة للصفر. إحنا محتاجين صوت عقل في البلد دي ينظر للطيارين، مش عارف اقول بايه. طب خلينا نتكلم عن الازمه نفسها، يمكن الناس ممكن ما تاخدش بالها من اللوائح الماديه، ايه بالظبط المواد اللي ممكن بتخدم الطيارين الاداريين، وعايزين نفهم برضو الجمله دي. يعني انا هقول ان احنا في الاونه الاخيره بقى لنا فتره كبيره جدا جدا حصل نوع من الانقسام، في طيار بينزل يطير في اجواء صعبه، بيروح بلاد فيها حرب زي ليبيا، اليمن، بنروح في افريقيا في مطارات غير مؤهله، وبنطير في اجواء صعبه جدا، ومن المفترض ان اغلى كرسي او اقيم كرسي في اي شركه طيران هو كرسي الطيار. افتعلنا من بقالنا كام سنه، ابتدينا نوجد مناصب اداريه لناس موجودين في مكاتب مكيفه بياخدوا دخول مبالغ فيها حتى على طبيعه عملهم. كنا ممكن نوافق على حاجه زي كده لو لقينا ان احنا عندنا رؤيه تاخد الشركه لقدام. اللائحه الجديده بتنص على ايه بقى؟ اللائحه الجديده كلها اعوار. أصل أي قانون في الدنيا أو أي لائحة إن هو بيحدد العلاقة بين الشركة وبين الموظف اللي فيها. إحنا واقفين قدام لائحة نقدر نسميها إن هي لائحة إجحاف جزاءات، لائحة بتمنعني كبني آدم ليا حق إن أنا أعيا، حق مشروع لأي إنسان سواء كان طيار أو غير طيار. أنا دلوقتي بحسبها إن أنا لو عييت وقعدت في البيت 10 أيام حاجة آخر الشهر أبص ألاقي مرتبي متشال منه كتير جدا بنسب كبيرة جدا جدا جدا، وفي النهاية يعني أنا هل كان في اتصالات في الفترة الأخيرة؟ يمكن كان حسب المصادر إن عدد الاستقالات وصلت إلى حوالي 224، وفي المقابل شركة مصر للطيران بتحاول لم تجد حل، ولكن الإجراء اللي بتاخده
يعني اجراءات لازمه او نظر في الاستقالات واتخاذ الاجراءات اللازمه والاجراءات القانونيه بالنسبه لهذه الاستقالات، بالتالي في حاله تعنت ولا عدم الوصول لحل نهائي؟ لا يعني اسمح لي، احنا انا يعني اول كلامي قلته لحضرتك ان احنا الموضوع مش موضوع امبارح او اول او كده، احنا بقى لنا سنه كامله او يمكن اكتر من سنه في المحادثات وفي المفاوضات عشان نوصل صيغه تحافظ على الشركه. شركة مصر شركة عريقة، شركة دخلها على 90 سنة، شركة أنشأت شايلة علم مصر بتنزل بيه في كل حتة، مفيش حد من مصلحته أن الشركة دي تقع. عايزين نعرف الدقايق الجاية هتشهد إيه بالظبط، إيه اللي هيحصل بعد كده في الدقايق الجاية؟ يعني حضرتك اسأل الإدارة في الموضوع دوت، لأن الإدارة هي هيكون عندها الرد. لا، ولو توقعنا أن الإدارة زي ما هي على موقفها بالنسبة لحضراتكم هيكون في تصعيد، هيكون في تراجع؟ إحنا مستمرين في اللي إحنا فيه، وحجم التصعيد هيبقى رد فعل الافعال. انا بقول لحضرتك احنا قدام اداره متعنته، وللاسف ردود افعالها بتيجي متاخره. طيب متاخره في يعني في سطور كده المطالب بالنسبه لحضراتكم او الكلام الاخير اللي حب توجهه للاداره ايه؟ الحقيقه انا ما اقدرش اوجه كلام للاداره لاني بقالي سنه، فهيبقى نوع من العبث ان انا اوجه كلامي للاداره. هو تعديل اللائحه؟ اللائحه ما ينفعش ان احنا الطيارات تطير وتبقى في حاله امان بلائحه مكحفه بالمنظر دوت. تمام. وكلنا كطيارين بنطالب على الاقل بوجود لائحه جديده تضمن لنا عيشه كريمه لينا ولاولادنا، واهم من دوت ودوت الامان على طيارات مصر طيران. تمام، شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك. كما تابعنا معك لبنى، والازمه ما زالت مستمره ويمكن يكون في عمليه تصعيد بالنسبه للطيارين هنا، وكما تابعنا معك كابتن احمد يونس رئيس الرابطه السابقه. عوده ليك مره اخرى. نتمنى يا احمد ما نوصلش للنقطه دي، نقطه التصعيد، ويتم احتواء الازمه يعني. وبنحاول كمان نكلم وزير الطيران المدني او رئيس شركه مصر للطيران، لانه الموضوع يعني لازم بالفعل يتحل. وبرضو احنا لو لينا نحن نتمنى حاجه على الطيارين، ف يعني صبرا نصبر شوية أو نحاول نتعامل مع الموقف، لأن البلد مش مستحملة أبدا أي يعني أزمات، ويعني حاجات بقى مادية أو الكلام ده مش مطلوب في الفترة الحالية. يعني الأوضاع وفي أزمة سياحة وكل الكلام ده، فأكيد ده بيأثر بالسلب على حركة الطيران، فمش عايزين كمان نزود الطين بلة. لكن على كل الأحوال مطالبهم تحترم، وهنشوف إزاي هيتم التعامل معها من قبل الوزارة.